الوردة الجميلة اللي قدامك دي ده نبات الشاي الأزرق، تعال بقى أوريك إزاي نزرعها مع بعض في البلكونة. لما الوردة الحلوة اللي كانت قدامك دي تنشف بتبدأ إن هي تطلع لي حاجة عاملة زي البسلة كده، ودي اللي بيبقى فيها البذور، فبنسيبها خالص لحد ما تنشف، وبعد كده بنبدأ إن احنا نفتحها وهنلاقي فيها البذور بالشكل ده. هناخد منها واحدة، وبعد كده نجيب القسطيس بتاعنا ونحط فيه خليط التربة، والتربة لازم تكون خفيفة بالشكل ده، وبعد كده نعمل حفرة صغيرة بصبعنا عشان أسقط فيها البذرة، وبعد كده أحط شوية ماء صغيرين جدا وأروح أجيب البذرة وأبدأ إن أنا أنزلها في الحفرة اللي أنا عملتها، وبعد كده أحط عليها طبقة خفيفة تاني من خليط التربة، وبعد كده أسوي سطح التربة، وبعد كده نعمل إيه؟ أيوه هنبلبل التربة. وبعد حوالي 10 أيام تبدأ تلاقي البذرة نبتت معاك بالشكل ده، وبعد بقى شهرين تبدأ ان انت تمشيها على اي عصاية عندك، وهيبقى معاك الشكل الجميل ده، وتبدأ ان هي تظهر وتطلع اجمل وردة زي ما انت شايف كده. وبعد كده تاخد الوردة دي وتروح تعمل احلى كوباية شاي ازرق ممكن تشربها في حياتك، ده غير كمية الفوائد الصحية اللي فيه. الزراعة سهلة، سهلها على نفسك. سلام.